بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية. فقرتنا هذه ستكون شيئا مختلفة عن الفقرات الأخرى، حيث سنتكلم فيها عن أصل اللغة الفرنسية. سنتكلم أولا عن اللغة اللاتينية. طبعا الحال نتحدث أحيانا عن اللغات اللاتينية، المقصود بها اللغات التي انحدرت من اللغة اللاتينية. إذن سنتحدث أولا عن اللغة اللاتينية، ثم بعدها سنتحدث عن اللغة الفرنسية. طبعا الحال حتى لا يطول المقام سنقسم هذه الفقرة إلى حلقتين. إذن لولاتا سي لا لونغ لاتين، إذن المقصود بها اللغة اللاتينية. طبعا الحال لولاتا كلمة مذكرة، إذن سي لا لونغ دو لا روم أنتيك إي دو سون أمبير. إذن نتكلم عن لغة روما القديمة ولغة إمبراطوريتها. إذن طبعا الحال كما نرى هنا عندنا لا روم أنتيك يعني روما القديمة. بعد قليل سنرى مصطلحا آخر وهو لانتيكيتي يعني القدم، أو بمعنى أوضح نتكلم عن العصور القديمة. إذن أنتيك هي أدجيكتيف يعني أنها وصف، نصف بها لا روم بأنها أنتيك بأنها قديمة. إذن هاد لولاتا سي لا لونغ دو لا روم أنتيك إي دو سون أمبير. إذن كلمة لولاتا المقصود بها لغة روما القديمة ولغة إمبراطوريتها، لارجومون يوتيليزي هيستوريكمون كوم لونغ ديتود إي دادمينستراسيون. لارجومون يوتيليزي هيستوريكمون كوم لونغ ديتود إي دادمينستراسيون. إذن لارجومون نقول عن شيء بأنه لارج يعني أنه عريض. أحيانا نتكلم عن لا لونغور إي لا لارجور، لا لونغور إي لا لارجور، نتكلم عن الطول والعرضي. نصف شيئا بأنه لارج يعني أنه عريض، هنا لارجومون يعني بشكل عريض، المقصود بشكل واسع. إذن لولاتا سي لا لونغ دو لا روم أنتيك إي دو سون أمبير، لارجومون يوتيليزي هيستوريكمون كوم لونغ ديتود إي دادمينستراسيون. إذن لولاتا هي لغة روما القديمة ولغة إمبراطوريتها، والتي استعملت بشكل واسع هيستوريكمون يعني تاريخيا كوم لونغ كلغة ديتود للدراسة اي دادمينستراسيون وللإدارة. إذن هاد لولاتا هي لغة روما القديمة التي كانت تستعملها عبر التاريخ، كانت تستعملها بطبيعة الحال في الدراسة وفي الإدارة. نطرح السؤال هنا، هل كانت لروما لغة أخرى من غير لولاتا؟ طبعا الحال لغات روما كاين لولاتا التي ذكرنا والتي تستعمل للدراسة وفي الإدارة، ثم أن هناك غريك أنسيان كما نتكلم عن الإغريقية القديمة. إذن بعدما تكلمنا عن لولاتا يعني اللغة التي كانت لغة روما الرسمية، إذن سنتحدث عن مصطلح آخر اللي هو لوبالاتا. لوبالاتا إذن كما نتكلم عن اللاتينية كإنسان واقف، رأسه طبعا الحال أول ظهور هاد اللغة، ثم وسطه وسطها، ثم آخر ما كان من هاد اللغة كما نتكلم عن رجلي هذا الشخص. إذن نقول لوبالاتا، إذن نقول لوبالاتا، إذن كما نتكلم عن أسفل هاد اللغة، المقصود آخر ما كان من هاد اللغة. إذن طبعا الحال نقول لوبالاتا أو بيان باس لاتينيتي. بطبيعة الحال كلمة لولاتا كلمة مذكرة كما ذكرنا، إذن في وصفها سنقول عنها ماذا؟ سنقول عنها با لوبالاتا. إذن طبيعة الحال كما نقول اللاتيني السفلي، لكن في حالة المؤنث كما عندنا هنا لاتينيتي كما نتكلم عن اللاتينية، إذن نصفها ب باس. باس إذن في المؤنث نقول باس، في المذكر نقول با. إذن لوبالاتا أو بيان باس لاتينيتي، كما لو نقول في البداية اللاتيني السفلي، ثم نقول في الثانية اللاتينية السفلية. باس لاتينيتي. طبعا الحال كلمتين لهما نفس المدلول، أيضا نقول أولا تارديف. إذن طبعا الحال نتكلم عن لوبالاتا أو بيان باس لاتينيتي أو بيان لا تارديف. إذن هذه المصطلحات الثلاث تعني نفس الشيء، تعني آخر مكان من اللاتينية. إذن عندما نقول لوبالاتا باس لاتينيتي أو لاتا تارديف، إلو لاتا دو لانتيكيتي تارديف، يعني هي اللاتينية
التي تهم العصور القديمة المتأخرة. إذا بطبيعة الحال عندما نتكلم عن العصور القديمة فنحن نتكلم عن فترة ممتدة، نتكلم عن حقبة ممتدة. إذا هذه الحقبة القديمة نحن نتكلم عن آخرها. لو بلاتا باس لاتينيتي أولا تتغذيف إلو لاتا دولونتيكي تتغذيف. إذا هي اللاتينية للعصور القديمة المتأخرة. نقول مثلا الغونتر طاغ، يعني أنه دخل متأخرا. إذا هاد الطاغ تعني متأخر. هنا نتكلم عن هاد العصور بأنها تغذيف، يعني أنها متأخرة. إذا لو بلاتا لو بلاتا باس لاتينيتي أولا تتغذيف. إذا لو بلاتا باس لاتينيتي أولا تتغذيف إلو لاتا إلو لاتا دولونتيكيتي تغذيف. إذا هي اللاتينية للعصور القديمة المتأخرة. أبيتيالمون يعني عادة لي فيرسيون دي لاتا. إذا طبيعة الحال نتكلم هنا عن إصدارات اللاتينية. طبيعة الحال تنتكلموا على هذه اللغة طبيعة الحال عبر العصور، وفي كل زمان من هذه العصور يكون له وجه معين. طبيعة الحال كما نرى نحن لغتنا تتغير مع العصر. إذا وكأن هناك إصدارات لهذه اللغة، وكأنها في كل مرة تخرج بحلة جديدة. إذا هنا نتكلم عن لي فيرسيون. إذا habituellement les versions du latin. إذا عادة إصدارات هاد اللغة إصدارات لاتينية كي سيكخيدي دي 3e و 6e سياكل. إذا عادة نتكلم عن إصدارات اللاتينية كي سيكخيدي دي 3e و 6e سياكل التي كتبت بين القرن الثالث إلى القرن السادس voir jusqu'au 7e سياكل en Espagne. هاد voir التي عندها أه في الأخير، voir هاد التي عندنا هنا ليست le verbe voir يعني فعل رأى، بل أن تعني فوق ذلك أو أكثر من ذلك. voir jusqu'au 7e سياكل en Espagne. إذا أكثر من هذا أن امتدت إلى القرن السابع في إسبانيا. إذا طبعا الحال نتكلم عن إسبانيا مثلا، نتكلم عن هذه الإصدارات التي كانت بين القرن الثالث والقرن السابع، وفي مناطق أخرى مثلا كانت بين القرن الثالث والقرن السادس. إذن هذه الإصدارات من هذه اللغة هي التي نطلق عليها لو بلاتا باس لاتينيتي أو لاتا تغذيف. لا فورم دو لاتا روغروبي سو سات أبيلاسيون سون دي فيرسيون انترميديير أنتر لو لاتا كلاسيك إي لو لاتا ميديفال. Les formes du latin regroupées sous cette appellation sont des versions intermédiaires entre le latin classique et le latin médiéval. إذا les formes du latin. طبعا الحال نتكلم عن أشكال اللاتينية. طبعا الحال نتكلم عن أشكال إصدارات كما نقول. إذا نتكلم عن أشكال هذه اللغة وتنوعها طبعا الحال عبر العصر. إذا les formes du latin regroupées. إذا طبعا الحال هنا نتكلم عن إصدارات لغة في وقت معين في زمن معين. إذن les formes de latin أشكال لاتينية regroupée يعني المجمعة sous cette appellation التي جمعت تحت هذا الاسم sont des versions intermédiaires. طبعا الحال هي إصدارات وسطية أو وسيطة أو بينية entre le latin classique بين اللاتينية طبعا الحال الكلاسيكية التي ستأتي فيما بعد إلو لاتا ميديفال وبين اللاتينية للعصور الوسطى. طبعا الحال ميديفال هذه كلمة وصف تأتي من لو مويان آج. لو مويان آج لو مويان آج نقصد به العصر الوسيط. إذن طبعا الحال الصفة التي نستنبط من هذا الاسم هي ميديفال. إذن عندما نقول ميديفال مقصود أنه كما نقول عصري وسطي أو عصر وسطي. إذا عندنا هنا لي فورم دو لاتان روغروبي. إذا طبعاً الحال نتكلم عن أشكال اللاتينية التي جمعت طبعاً الحال التي جمعها المؤرخون تحت اسم معين سو سيت أبيلاسيون تحت هذا الاسم. طبعاً الحال نتكلم عن أبيلاسيون ومنها فعل أبلي. إذا يقول لك شخص مثلاً كومون تي تابيل يعني كيف تنادى، المقصود ما هو اسمك. إذا عندنا هنا appellation المقصود بها نداء أو اسم. إذا les formes de latin regroupées sous cette appellation sont des versions intermédiaires يعني هي إصدارات أو أشكال لغة intermédiaire يعني أنها وسطية
اونتر لو لاتا كلاسيك بين اللاتينية الكلاسيكية اي لو لاتا ميديفال وبين اللاتينية العصور الوسطى. سي فيرسيون سون ديفيرونت. إذا بمعنى آخر هنا نحن نتكلم عن لوبالاتا ثم الأسماء الأخرى التي ذكرناها. إذا نتكلم عن لوبالاتا المقصود بها أننا نتحدث عن لغة تأتي بين لغة قبلها وبين لغات ستأتي بعدها. إذا سي فيرسيون، إذا هذه الإصدارات لهذه اللغة التي نتكلم عنها سون ديفيرونت. سون ديفيرونت يعني أنهم مختلفين دي لا تافيلغار، يعني عن اللاتينية العامية. طبعاً الحال نتكلم عن اللاتينية العامية التي كانت فقط في الكلام. سي فيرسيون سون ديفيرونت يعني أن هذه الأنواع من هذه اللغة أو أشكال هذه اللغة سون ديفيرونت يعني أنهم مختلفين دو لاتا فيلغار، يعني أنهم كانوا مختلفين عن اللاتينية الدارجة أو العامية. كينيطي كو بارلي، كينيطي كو بارلي التي لم تكن إلا متكلمة، يعني أن الناس كانوا يتكلمون بها فقط ولم يكونوا يستعملونها في الكتابة مثلا أو الدراسة. إذا نتكلم عن اللغة التي كانت قبلها، إذا نتكلم عن لاتا فيلغار. إذا لوبالاتا جاءت بعد لولاتا فيلغار والتي كانت قبلها فقط متكلمة. إذا ميم سي لي زوتور، رغم أن الكتاب بالاتا طبعا الذين ينتمون لهذه الحقبة التي تسمى بالاتا أنكور بور بلوس أو موان دو فوكابيلار، رغم أنهم أدمجوا أكثر أو أقل من المفردات أو من المصطلحات اي دي كونستركسيون وإنشاءات. المقصود أنهم أدمجوا مجموعة إنشاءات لغوية بروبر أو لاتا، بروبر أو لاتا فولغار يعني خاصة باللغة الدارجة كما نقول، يعني أنهم أخذوا من اللغة التي كانت متكلمة فقط ثم أدخلوها في اللغة الجديدة. فرغم أن هذا الكتاب طبعا الحال الذين ينتمون لهذه الحقبة أنهم أخذوا من تلك الكلمات التي كانت فقط متكلمة ولم تكن مكتوبة، فرغم أنهم أخذوا مجموعة من المصطلحات من تلك اللغة المتكلمة فقط وأدمجوها في اللغة الجديدة. ميم سي لي زوتور بالاتا انكوربور، طبعا الحال تتكلم هنا على لوفير انكوربوري يعني أدمجة. ميم سي يعني رغم أن لي زوتور يعني الكتاب بالاتا الذين كانوا في هذه الحقبة انكوربور يعني أنهم أدمجوا، طبعا الحال تتكلم هنا على لوفير انكوربوري بليز أو موان يعني أنهم أدمجوا أكثر أو أقل المقصود بشكل أو بآخر دي فوكابيلار، يعني أنهم أدمجوا مجموعة مصطلحات ومجموعة كلمات أدي كونستركسيون وأدمجوا إنشاءات لغوية بروبر أو لاتا فيلغار، يعني أنها خاصة باللغة التي كانت من قبل فقط متكلمة، يعني أنهم أخذوا من اللغة الدارجة، أخذوا من مجموعة من الكلمات. إذا فرغم أنهم أخذوا مجموعة إنشاءات ومجموعة كلمات من اللغة سي فورم دو لاتا غارد، يعني أن أشكال هذه اللاتينية بعد هذا الوقت غارد يعني أنها حافظت، طبعا حتى نتكلموا هنا على لوفيرب غاردي دون زون لارج ميزور يعني أنها حافظت على نطاق واسع لي كاركتيرستيك جينيرال دو لاتا كلاسيك. ميم سي لي زوتور بالاتا انكوربور بلوز أو موان دو فوكابيلار إي دي كونستركسيون بروبر أو لاتا فولغار سي فورم دو لاتا غارد. إذن هاد أشكال اللاتينية حافظت دون زون لارج ميزور في نطاق واسع لي كاركتيرستيك جينيرال دو لاتا كلاسيك، يعني أنها حافظت على السمات العامة للاتينية الكلاسيكية. المقصود أن بقيت محافظة في نطاق واسع على السمات وعلى المميزات العامة للاتينية الكلاسيكية، للاتينية الكلاسيكية. دون سي فورم دو بالاتا، إذا فهاد الأشكال لهاد اللغة لهاد العصر إلي بوسيبل يعني أنه من الممكن دو ديستانغي أون فورم بيان بارتيكوليير، يعني ممكن أننا نستنبط أو نميز أون فورم بيان بارتيكوليير، ممكن أننا نميز شكلا أو إصدارا إن صح التعبير من هاد اللغة. دون سي فورم دو بالاتا، إذا طبعا حنا نتكلم هنا عن أشكال في أشكال هذه اللغة طبعا الحال التي ستتحول إلى لاتينية كلاسيكية. إلي بوسيبل يعني أنه ممكن، إلي بوسيبل دو ديستانغي أون فورم بيان بارتيكوليير.
دون سي فورم دو بالاتان. إذن في أشكال هذه اللغة التي ستتحول إلى لاتينية كلاسيكية إلى بوسيبل دو ديستانغي إن فورم بيان بارتيكوليير. إذن من الممكن أن نميز شكلا جد فريد كما نقول. إذن من الممكن أن نميز شكلا هاد الإصدارات أو من هاد أنواع اللغة، طبعا الحال نتكلم هنا عن اللغة بكتاباتها ومروياتها إلى آخره. إذا نتكلم هنا عن شكل من هاد اللغة إلى جانب أشكال أخرى تميزها. إذا طبعا الحال نتكلم بالخصوص عن شكلين جد فريد، سيل دي باثولوجي لاتين، سيل دي باثولوجي لاتين. إذا نتكلم هنا عن سيل، سيل مقصود اللاتي. إذا نتكلم عن إن فورم بيان بارتيكوليير، سيل دي باثولوجي لاتين. إذا نتكلم عن شكلين جد فريد، الذي طبعا الحال يتعلق الأمر ب كما نقول سيل دي باثولوجي لاتين. إذا يتعلق الأمر ب باثولوجي المقصود به سي لا سيونس كي تيدي لي زيكري دي بير دو ليغليز. إذا هو علم يدرس كتابات بابوات الكنيسة. إذا سي لا سيونس كي تيدي لي زيكري دي بير دو ليغليز. إذا سي لا سيونس كي تيدي لي زيكري دي بير دو ليغليز. إذا هو العلم الذي يدرس كتابات بابوات الكنيسة. إذا يسمى ماذا؟ يسمى باثولوجي. إذا وبالتالي إن كوليكسيون دو تكست كريتيان. إذا نتكلم عن مجموعة نصوص مسيحية. إذا إن كوليكسيون دو تكست كريتيان. إذا على العموم هاد اللاتينية المتأخرة التي ستنحدر من اللغة الفرنسية طبعا استخدمت كلغة نسخ للتسجيلات اللازمة للعلاقات الاجتماعية والاقتصادية على الحدود مع الشعوب غير الناطقة باللاتينية. إذن هذه اللغة اللاتينية المتأخرة بطبيعة الحال، يعني كما لو نتكلم عن اللغة اللاتينية أن تم تبسيطها إلى حد ما مع الحفاظ على الميزات العامة للغة لكي توافق وتلائم ظرفية جديدة. إذن يتعلق الأمر بطبيعة الحال بالعلاقات العامة بين الشعوب. إذن طبعا الآن نتكلم هنا عن شعوب غير ناطقة باللاتينية، لهم لغات أخرى. إذن كانوا يستعملون هذه اللغة المتأخرة من اللاتينية إذن في علاقاتهم التجارية والاجتماعية. نتكلم عن اللغة اللاتينية المتأخرة، يعني أنها استعملت من طرف شعوب غير ناطقة باللاتينية للتواصل بينها. وفي الآخر لوبالاتا إذن هد اللاتينية المتأخرة أو كما عندنا هنا اللاتينية السفلى، لو بالاتا أون سويت سيرفي أو كور دي سياكل، يعني أن هذه اللغة استخدمت بعد ذلك على مر القرون، أو كور دي سياكل سويفون، على مر القرون التالية، على كونستخيكسيون، يعني أن استخدمت في بناء لو بالاتا أون سويت سيرفي أو كور دي سياكل سويفون، على كونستخيكسيون دو فوكابل بور لي لونغ رومان. لو بالاتا أون سويت سيرفي أو كور دي سياكل سويفون، يعني أن هاد اللغة المتأخرة أو اللغة السفلى كما عندنا هنا أون سويت، يعني أن بعد ذلك سيرفي أو كور دي سياكل سويفون، يعني أن استخدمت عبر القرون التالية على كونستركسيون، يعني أن استخدمت في بناء دو فوكابل بور لي لونغ رومان، يعني أن استخدمت في كلمات اللغات الرومانية ومن بطبيعة الحال اللغة الفرنسية. لو بالاتا أون سويت سيرفي أو كور دي سياكل سويفون، يعني أن هاد لو بالاتا كما نقول اللاتينية السفلى، المقصود اللاتينية المتأخرة أون سويت سيرفي، يعني أن بعد ذلك استخدمت أو كور دي سياكل سويفون، على مر القرون التالية على كونستخيكسيون. طبعا حد نتكلم على لوفير كونستخوير، يعني بنى، على كونستخيكسيون يعني في بناء دو فوكابل بور لي لونغ رومان، يعني أن استخدمت في بناء كلمات اللغات الرومانية. إذا بعد هذا سنرى كيف انحدرت اللغة الفرنسية من هد اللغة. إذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.